وات وصل البحر تخيلوا اوه دام شين هذا الشيء اول مره اشوفه اوكي احتمال اصير انسان خارق اوه هسه عندي حمايه من كل شيء تقريبا اوه يقدر يدخل يجي السلام عليكم شباب شوكم شو اخباركم اهلا بكم قناة تلعب خوف شاري وراكي جمار اهلا بكم بالحلقة الاسطورية الحلقة رقم 9 من اللعبة الجميلة اوكي امونج تري او بين الاشجار ان شاء الله حلقة اليوم شنو قلنا نسوي ياها ياب نايس ياب ما عندي ماي خلنا نسوي لنا خيمة ان شاء الله راح نطلع نشوف 4 5 6 راح نطلع نستكشف نكمل استكشافنا اوكي يحتاج اتذكر 4 من هذا نايس نايس نسوي الخيمة خيمة لها 3 استخدامات بقالي هذا الشيء فيه نايس نايس العزيز جوعان ياب جوعان المسكين اوكي لا 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 اوبا هون ننطي لحمة اوكي اكل وابقى بالبيت نايس جوعان لا نايس او نقول له تعال ويانا ليش لا فولو مي ما ماخذ وياي شيء اكل ماخذ وياي يا شغلات ونروح نستكشف نفس الطريق اللي مرينا من عنده من قبل احتمال القى تشيكوري احتاج بعد 2 تشيكوري صدق ياب ينشكري ونقدر نسوي الجنطة الأسطورية لو تلاحظون هسه جو يتجمد إذا استخدمت هذا راح يحميني لمدة دقيقتين أوكي يعني بره بره حرفيا مو فرد شي واو يعني أوكي اللي ينطيني استامنة ممكن يكون مفيد بس هذا بره اوكي طبعا ما لقيت اي تشيكوري بهذا الطريق كله فراح نكمل على هذا الطريق اوكي نشوف حدود الماب من هاي الجهة وات وصل للبحر تخيلوا اوه المسافة اللي مشيتها دام والله دام اقدر اشرب اقدر اشرب من عنده او هذا الشط يمكن مو البحر نايس والله نايس والله منظر تبع الغزال دايم بس راح يشرد من عندي الغزال مو ياب غزال تعال ما اسوي لك شيء دايم المنظر اوكي يا ريت بيتي هنا يكون فرد شيء اسطوري اوكي بس ماكو تشيكوري يا اخي ماكو لا تشيكوري ولا اوكي ماكو اي شيء شيش طبعا مثل ما قلت اقدر اسبح اوكي بس راح ابرد نايس 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 ان شاء الله عد قلت القى طريق تشيكوري بس للاسف احتمال حلقة اليوم راح تكون فارغة واحتمال تتأخر لان صار لي مدة طويلة امشي وما لقيت اي شيء وانا هسه جاي اسجل قبل ساعتين من الموعد نزول هاي الحلقة فاحتمال تتأخر ويب ما عندك غير هالاشياء ما من امها فايدة يا احتمال تتأخر هاي الحلقة اريد القى اليوم يسموه هذا شنو هذا اول مرة اشوفه انا في هذا لا شايفه من قبل السمية ما بيسم ممتاز صار لي مدة طويلة امشي اوكي يب ناخذ هذا لذيذ هذا كل شوي اشوف شغلة تلمع حسبالي تشيكوري طبعا محتوى اللعبة تقريبا خلص لان ما عندي غير الاستكشاف اوكي والقى البلو برنت الاخيرة اوكي ما بقى هواي شغلة هاي حلوة هاي اقدر اسوي بها استمنة تنطيني لمدة دقيقتين بس احتاج 3 من عدهن يا اخي سالفة البوشينات خيبة امل بالنسبة لي لان
البوشنات ما تأثيرها ما يطول مدة طويلة، هاي شغلة. والشغلة الثانية تحتاج 3 من نفس النبتة، اوكي؟ شغلة تعبانة. طبعا هاي نهاية الماب، حتى ما مرتبينها عادل، ما معتنين بيها عادل، اوكي؟ نايس. يب وصلنا للنهاية، وصلت للزاوية، صراحة اروح هيك يمكن وارجع. احتمال اكو بعد بيئات ما شايفين. اوكي خلصت هاي المنطقة كلها، كل شيء ماكو لحد الان. لوت عادي يعني. اليوم 15. وات شو الحركة؟ اكو واحد دار الشمس يمكن. المهم يا ماكو اي شيء، وصديقنا جوعان شوية، اوكي هنجري. بس نبرد ليه، يلا تحرك. وصلت، تعديت هالمنطقة كلها. اعتقد هي شي هسه احتمال، او ان شاء الله نقول نلقى تشيكوري. اوكي شباب، بعد ساعات، نعم وساعات يمكن نص ساعة، تعديت هاي المنطقة كلها. يعني ماكو شي واو لحد الان، ما استكشفت شي جديد. نايس نايس، يعني بس هاي المنطقة هسه. طبعا لقيت هنا انا، لو تلاحظون وين ماكو مناطق نفس هذه الغامقة، يعني اكو برج هنا واكو لوت. لوت يعني فارغ، يعني ماكو فرق شي جديد خلي نقول. فيا بس اللي نحتاج بلو برنت وحدة، اوكي ناقصتنا. منطقة دوبو هنا هم. شيش، ما دام طلعت هاي العين فوق يعني اكثر شيء لازم يدير بالي منه. نايس نايس، كل شيء ولا يقتلني هسه. اذا قتلني هسه هذا كل الشغل المشي كله راح يروح على خالي بلاش. شيش. يب منا الدب اختفت، ويب هذه البرج يعني الدب قريب. شوف وين الدب، الدب جايبه علي. ياب يدور، ان شاء الله البلو برنت يمه، ان شاء الله نقول بلو برنت. لا مو يمه. يا شيخ بلو برنت، ماكو اي بلو برنت. ياب ماكو اي شيء، خل نشرد بس، خل نشرد. ليش شفني؟ ليش شفني؟ والله لو هاجم علي. اعتقد يعني ماكو محتوى بعد، لازم ادور على هاي البلو برنت، اوكي، وادور على التشيكوري. يا اخي نادرة، ليش خليتوها هيك نادرة يا اخي؟ لازم اسوي فرد رحلة هيك يروح انا لو هيك. اوكي هنا اكو لوت بس ماكو شي واو يعني. اوكي بوحدة من ذني من هذني الاماكن لازم القى بلو برنت يعني 100%. منطقة لوت ثانية هنا وما بيها بلو برنت. دايم شنو هذا الشيء؟ أول مرة أشوفه. أوكي ما طلعت لي. فلويد ووتر تاور، الشيء يسمونه الطايح. أوكي الخزان العملاق الساقط. نايس والله. شوف بكي اكو لوت مختلف هنا. اوكي يا بلوت عادي، كل شي عادي. ياب كل شي عادي، بلكي بلو برانت شي هيجي بس خزان طايح. ياب اعتقد. اوكي هيجي واو واو، طلع لي ثعلب، كل شي يطلع من الصناديق. يا ماكو اي شيء عجيب يا اخي، ياب ماكو اي شيء. ياب احتمال داخل الصناديق البلو برنت، ما اعتقد صراحه، لان البلو برنت شيء مهم. هي صارت من قبل بانه اكو بلو برنت داخل الصندوق بس ما اتوقع. اوكي خاصه بهيج هذا اماكن بعيده. يا ماكو شيء ما عدا الورود الصفر الجوا. طبعا جاي اجمع بطريقي هواي
من الاشياء اللي راد يسوي لها بوشنات مثلا هذا الشيء هذا وهذا وهذا. اقول يمكن اسوي لهم بوشن ما ادري. هي منطقة جديدة شركة مودر وات او هذا هذني اشياء لذيذة نوعا ما ينطني ستامينة. اوكي اذا سويت بوشن بس عندك العزيز جو ستارفين قال لك جوعان كلش العزيز. نشوف هاي الطابوقة شكلها غريب بس ماكو اي شيء ثاني غير هاي الطابوقة. نايس نايس ننطلق للبيت قبل يتوفى صديقنا نجوع. اخ يا اخي نادرة كلش احتمال راح استسلم وما القاها حلقة اليوم واحتمال يعني ما القاها ابد. اوكي واحتمال تكون هاي الحلقة الاخيرة تخيلوا. اخيرا اخيرا طبعا دزيت ثعلوب للبيت لان جوعان كلش خطية كل شوي يوقف. لحم هاك اكل مسكين نوت هنجري. نايس نايس ممتاز ممتاز قل لي سيف. لو ميت توا كان هذا الاستكشاف كله يختفي يعني الخريطة كلها ترجع كأني ما مستكشفها. اليوم 17 طبعا طولت اوكي طولت وانا استكشف. شوف الخريطة استكشفت كل شيء ولو برجعت استكشفت هذا الابراج اوكي وما لقيت شيء يا اخي ما لقيت البلو برنت الاخيرة ما لقيتها. فيا وغريب شكلها وين هي شكلها غريب مدري شلون ما التصليح مدري ما شنو. المهم طبعا هاي خربانة مو ياب خربانة ذني يا رجل ما من امها فايدة سالفة الزراعة. نسوي بوشينات هسه اهم شي هذا اوكي احتمال تكون حلقتنا الحلقة الاخيرة اليوم فنسوي كل البوشينات اللي اقدر اسويهن. هذا راح يعني لما يسوون ستاك الوقت مالهن اعتقد عندك هذا ينطيني دقيقتين من الستامينة تقريبا صار لي ساعتين انا اسجل. اوكي نشوف هذا لا ما عندي اياه هذا عندي اياه وهذا هذا عندي اياه شو ما عندي اياه ياب استخدمته اصلا من قبل. سوي هذا طبعا بقت لي بس هاي الوحيده الجنطه الوحيده اللي مقدر تسويها لان تحتاج اربعه تشيكوري ولحد الان انا ما لقيت اثنين بعد تشيكوري. اوكي عندي اثنين تشيكوري احتاج بعد اثنين ومعاناة على ما تجيبن. فيولن يولن يولن شوف هذا نقدر نسوي هذا ممتاز. شوف بالله اوه يا اخي المنطقة حلوة هاي اول شي نشرب ذني نشرب هذا نشرب هذا نشرب هذا. اوكي احتمال اصير انسان خارق اوه هسه عندي حماية من كل شيء تقريبا. اوكي شوف الاستامينا ما تطيح اقدر اركض على راحتي. نايس نايس خلينا نسلم على صديقنا الدب نسويها وداعية. اوكي دبدوب دبدوبي احتمال هسه انا اسرع من عنده ما اعتقد. دبدوب حبيبي دبدوب ما يشوف بس راح يدور 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 هجم هجم ما يشاغل ما يشاغل احلى شيء. اذا دخلت هنا اذا دخلت هنا هسه راح يقدر يهجم احتمال احتمال لا خل ناكل. اوكي يقدر يدخل غش هذا يا اخي غش بس دام يعني اقدر اسوي ستاك بالش اسمه بالبوشينات. احب شو الاخبار يعني يقدر يسقطنا هنو. اوكي نايس نايس شو تسوي يعني شو تسوي ما يموت هنو ما يموت يا بخلنا شرد. هجم ما اقدر ادخل يا نايس
يب اقتلني. ما هو ما يقدر يقتلني حاليا، انسان خارق. اخ يقول لك تموت على ايد نمر ولا تموت على ايد دب. يو ديد. فا اوكي شباب، اللي هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. اذا عجبتكم الحلقة لا تنسونا بالاكل والاشتراك، واذا عجبتكم شو تقولونه او لعبة تريدون العبه كتبونا بالتعليقات. نشوفكم باكر الساعة 7 بالليل ويا لعبة ميتل جير رايدن. اوكي يلا باي.